وصل إلى البلاد اليوم علي السيد الكوهين وزير خارجية دولة إسرائيل والوفد المرافق في زيارة لمملكة البحرين تستغرق يومين. وكان في استقبال معالي في مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السيد خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وسعادة السيد أيتان ناي سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.